أهلا متابعين صفحة اليوفنتوس وتويتر يوسف حريم. على الأم التي تخطط للحمل أن تستهلك حمض الفوليك أو مكمل الفوليك أسيد 3 أشهر على الأقل قبل التخطيط إلى الحمل، ومن المهم مراقبة الفيتامينات والمعادن أنها تكون في معدلها الطبيعي خلال فترة الحمل، لذلك يرجى عمل تحاليل دورية بشكل متكرر خلال فترة الحمل ومراقبتها علشان نشوف إذا كانت المكملات الغذائية اللي قاعدين نستهلكها في فترة الحمل كافية أو نحتاج أن احنا نزيد بعض الجرعات لبعض الفيتامينات، وتجنب أخذ الفيتامينات بشكل عشوائي واستشارة الطبيب وأخصائي التغذية في موضوع المكملات، وبالأخص الفيتامين دي. لو كان عندك الفيتامين دي ناقص خلال فترة الحمل ممكن يسبب تشوهات للجنين، غير هذا راح يسبب هشاشة عظام للجنين أو حتى لما يكبر في مراحله الأولى. فلذلك التأكد عن طريق عمل فحوصات دورية بشكل مستمر ومراجعة الطبيب وأخصائي التغذية. وياكم كانت أخصائية التغذية طيف أحمد.